وللحديث عن الأسواق العالمية نستضيف رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. رحب بك أستاذ رائد. مؤشر داو جونز سجل مستويات قياسية خلال الفترة الحالية، فإلى أي مدى ستستمر الأمال حول اللقاح ضد كورونا برأيك في دعم المؤشرات الأمريكية؟ يعني لاحظنا انه الموديرنا عندما يعني اظهرت الدراسات انه حوالي 94% نسبه النجاح الخاصه بلقاحها الجديد، الاسواق تفاعلت معها ايجابا وارتفعت، لكن نسبه الارتفاع تكاد تكون ثلث الارتفاعات التي تحققت مع اعلان فايزر التي سبقتها. بمعنى اخر، الاسواق ضمنيا بدأت تسعر بشكل كبير إمكانية الدخول في مرحلة اللقاح، ولكن ما تسعره حاليا هو طول فترة تحقق الإيجابيات المرتبطة بانتشار اللقاح، باستخدام اللقاح، بفعالية اللقاح. لا ننسى روسيا يعني 3 لقاحات تم اعتمادها، ولا تزال حالات ترتفع بشكل كبير في روسيا ووصلت عند 22,000 وهي أعلى مستوى يعني في روسيا على الرغم من وجود 3 لقاحات. إذن الفعالية مرتبطة بالانتشار، بالتطبيق، بالأداء يعني تحسن عدد الحالات. على صعيد آخر، الأسواق ميالة أكثر لانتظار وترقب حزم التحفيز المالية المنتظرة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر من يعني هي كعامل مؤثر على الداو جونز في الفترة الحالية. ولكن وصولنا لمستويات 30,000 بالنسبة للداو جونز يعني لا يعتبر هو الحاجز، هناك مزيد من الارتفاعات المرتقبة على هذا المؤشر إذا ما تمكن صناع السياسة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية من طرح حزمة تحفيزية أكبر من 2 تريليون في مطلع تعاملات العام القادم. أعتقد ذلك سيفجر ارتفاع ب2000 نقطة ممكن على الداو جونز نشوفها مع مطلع تعاملات العام القادم. طيب، اليوم هناك خبر أثر على السوق بشكل واضح، انضمام تسلا لمؤشر S&P 500. كيف سيكون تأثير السهم أو ماذا تتوقع بالنسبة لارتفاعات السهم خصوصا بالانتقال لمؤشر آخر؟ يعني سهم حقق ارتفاعات 400% خلال تعاملات هذا العام بشكل واضح وصريح. دخوله إلى S&P 500 يعني هو دخول شركة أكبر أو ستحتل بين 10 الأكبر في هذا المؤشر. ثقله ممكن يكون حوالي 1%. نتحدث عن إزاحته من الترتيب لشركات كبرى مثل كوكاكولا، مثل أيضا تشيس، مثل مجموعة من الشركات الضخمة التي سوف يسبقها بذلك. ولكن هناك متربصين لسهم تسلا بأنه ممكن يكون في عنا overvalued أو هو تضخم حجمه بشكل كبير في الفترة القادمة، والسيولة الإضافية اللي ممكن تحققها الشركة لا يمكن أن تنعكس على أداء فعلي في عجلة الإنتاج في شركة تسلا، بالتالي ذلك سيرتد سلبيا. ومن هنا في عندي short sellers أو بائعين على هذا السهم يتربصون إمكانية انخفاضة ممكن أن تحدث على هذا السهم، لأنه حجم السيولة الداخلة لتسلا في الفترة الأخيرة ليست لا يتم ترجمتها فعليا بالإنتاج أو زيادة في الإنتاج أو زيادة في الطلب، خصوصا في ظل كورونا فيروس، إضافة إلى بعض القضايا المرتبطة بإيلون ماسك وإمكانية تنحيه عن رئاسة المجموعة بشكل عام. أعتقد هذا بحد ذاته ممكن يكون دافع إيجابي نحن بالفترة الحالية دخولها للS&P 500. ترجم ذلك يعني مسبقا هذا المؤشر بارتفاعات حوالي 11%، ولكن يعني لا نتوقع مزيد من الارتفاعات خلال 21 أو حتى تاريخ 21 ديسمبر. المؤشر يرتفع بكل الحالات بنتيجة انتظار الحزمة التحفيزية. انعكاس ذلك على ارتفاعات على تسلا، لا أعتقد أنه راح يكون في عندي ارتفاع حاد فوق مستويات $400، ممكن يضيف حوالي $30 على سعر السهم. طيب، اليوم نقترب من نهاية العام، بقي شهر وشيء، بالإضافة إلى الأوضاع الحالية جائحة كورونا وأيضا أوضاع الأسواق وأوضاع الانتخابات الأمريكية، كلها مؤثرات على المؤشرات الأمريكية ومؤشرات الأسواق العالمية بشكل عام. كيف ستؤثر هذه التداعيات على المؤشرات الأمريكية خلال الفترة القادمة، خصوصا مع أننا لم ننتهي من موضوع الانتخابات لحد الآن؟
بلا شك يعني موضوع الانتخابات أو القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية يلعب دور مهم. وضوح الصورة وعدم يعني انتهاء فترة عدم اليقين التي يعيشها مهمة جدا للفترة القادمة لتقييم مزيد من الارتفاعات. السياسة التسهيلية أو التيسيرية سواء كانت المالية أو النقدية ستسبب ارتفاع في أسعار المؤشرات والسلع المقومة بالدولار الأمريكي وانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي بلا شك. ولكن أي ماذا عن أسعار النفط؟ ما سبب هذا التذبذب الكبير في أسعار النفط؟ يعني بنشوف نحن أنه النفط ممكن جدا أنه يستقر عند هذه المستويات لأنه التوقعات بارتفاع الطلب هي أقل من المتوقع لعام 2021، بالتالي ذلك أثر سلبيا على كمية الارتفاع في أسعار النفط. ولا ننسى أنه يعني تحسن الطلب يعني ارتفاع في الأسعار وبالتالي عودة ضغط النفط الصخري الأمريكي. نعم، الأستاذ رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا.